تحية طيبة أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في برنامج أبراج وشخصيات. في هذا البرنامج نتطرق إلى شخصيات كان لها دور كبير في تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي في مجتمعها بشكل خاص وفي المجتمعات الأخرى. شخصيات وضعت بصمة في التاريخ، نحاول أن نحلل تلك الشخصيات اعتمادا على البرج المؤثر. برج لهذا اليوم يحمل شخصية قوية، إنسان متزن، منهجي، مكيد، رجل أسرة، اجتماعي وصابر، ويصنع حظا بنفسه، شديد جدا إلى أنه في نفس الوقت غضوب، يهتم بالأمور الريفية ويعشق الطبيعة، مقاوم إلى كل تجديد، حقود وحسود في نفس الوقت وغير متسامح. هذه الصفات هي صفات مولود برج البقرة. البقرة شخصية أكثر ما تميل إلى الأمور الراديكالية، شخصية تبدو من الظاهر الخارجي بليدة أو تحمل نوع من المآسي، لكن الحقيقة هذه الشخصية متزنة ولها أهداف وطموحات تصل لها بشكل مدروس وممنهج. البقرة بشكل عام يحب الأمور الروتينية، لكن في نفس الوقت الروتينية التي تصنع إلى الفخر والأغرى بين قوسين. برج البقرة مساعدين إلى الآخرين، لكن في نفس الوقت يحبون أن يقدمون المساعدة لكن وفق للأشخاص اللي يعتقدون بأنهم يحتاجون لهذه المساعدة. البقرة لا يرضى بأن يستخف به نهائيا، فهو من الشخصيات القوية جدا وانتقامه شديد، من النوع اللي إذا أراد شيء أو وضع شيء في باله يجب عليه أن يصل إليه، لكن ليس بالضرورة أن يصل له بشكل سريع، قد يصل له بشكل بطيء لكن مدروس ويستفيد من تجارب الآخرين. بشكل عام يحب الإمرأة البقرة تحب الأسرة، تحب المنزل، تحب العائلة، ما تستهويها الموضة والتجديد الموجود في المجتمع الحالي مثلاً أو في مقتضيات العصر بين قوسين. تهتم أكثر ما يكون في بيتها زوجها، وتحاول أن أو بمعنى أصح تنتج أشخاص أقوى من داخل الأسرة، من داخل البيت أساسا. من النادر جدا أن نجد مولودات برج البقرة في محافل دولية بارزة. المولودات النساء معظمهن هن ربات بيوت، بل إن حتى مولود برج البقرة عندما تفقد صفة الإنجاب تتحول إلى إنسانة قاسية وشديدة ومزعجة جدا. هي تحب العائلة، وشوف أكثر البيوتات اللي عندهم أطفال كثيرين نجد أنه جاءوا من امرأة من مولود برج البقرة بنسبة كبيرة جدا. فهم يحبون الإنجاب ويحبون الحياة الأسرية. المرأة البقرة تحب أيضا المنزل، المطبخ، تحب أن تعمل أطباق الطعام الجيدة. المشكلة الموجودة في مولود برج البقرة في كثير من الأحيان تتصرف ببلادة، تتصرف بتتفاعل مع الآخرين بدون عقلانية وذكاء. لهذا ما نقدر نعتبرهم من النساء الذكيات، لكن نقدر نعتبرهم من النساء المخلصات والوفيات جدا. المرأة البقرة فيما لو خانها زوجها ممكن أن تسامحها، أو بمعنى صح تحاول قدر الإمكان أن تجلب زوجها من جديد، ما تسعى إلى الطلاق أو الانفصال بشكل سريع. وبعد أن ترجع إلى الحياة الأسرية من جديد تبقى تذكر زوجها بالخيانة، أو بمعنى صح ما تغفر إلى الذنب اللي قام به. الإمرأة البقرة هي إنسانة منتجة، إنسانة عملية، إنسانة واقعية، وفي نفس الوقت تمتلك عاطفة كبيرة جدا في داخلها، لكن مشكلتها أنه
تنفجر بشكل سريع تجاه بعض المواقف. ولهذا كثيرا ما او كثير من الرجال ينفضون منها بسبب لسانها الجارح والحاد بدون ان تشعر بذلك. هذا الصفه من اهم الصفات الموجوده في مواد برج البقره. الرجل البقره اكثر ما يميزه هو الصلابه والشده، شخص يهتم بعمله ويحب الامور الروتينيه على شرط انه هذه الامور توصل الى النتيجه اللي يريدها. فوفق هذا المبدا يشوفه يسعى بكل ما يريد في سبيل ان يصل الى هدفه المقصود في النهايه. البقره شخص يساعد الاخرين، الرجل البقره، لكن في نفس الوقت لا يتحمل ان يستخف به، وفي نفس الوقت ايضا لا يعطي مما يمتلك الى او من مجهوده الى الاخرين اذا كانوا ما يستحقون عطاءاته. البقره ينجرح او ينزعج بشكل كبير جدا فيما لو كان جالس في مجلس معين وامتدح شخص بوجوده، فهو دائما ان يكون هو الافضل وهو الاحسن. ينجح مولد برج البقره بمعسول الكلام، عنده قدره كبيره جدا على الاقناع، سواء كان باسلوب قصصي او حتى باسلوب خطابي مباشر جريء. البقره لا يخاف، من النوع اللي يدخل الى معترك الحياه بشده ويحاول ان يدافع عن مبادئه وعن افكاره بدون تردد. لكن الميزه الموجوده عنده واللي قد تكون يختلف بها عن الاخرين انه يدرس، يعني يدرس نقاط الضعف عند العدو بشكل دقيق جدا، لهذا هجومه يكون مدروس ويكون قاسي في نفس الوقت. الميزه الاخرى اللي تميز ايضا هو الصبر. الصبر والتأني في امور كثيره. قد يكون هوجوي في بعض الاحيان او يدخل في اشكاليات كثيره ممكن ان تقلب موازين التاريخ بين قوسين. وحقيقه لما نرجع الى مولد برج البقره في التاريخ نجد انه وضع بصمه كبيره جدا، سواء كان من الناحيه الايجابيه او من الناحيه السلبيه. البقرة ينشط كإنسان مضحي في سبيل الجمال، نجده في سيد بهارتا بوذا اللي هو البقرة النارية طبعا. البقرة أيضا ينجح أو يظهر بالساحة بشكل واضح جدا من خلال الأسلوب الخطابي، نجده في أدولف هتلر البقرة الأرضية. في نفس الوقت نجد البقرة في صدام حسين أيضا البقرة النارية، نجده في نابليون بونابرت البقرة الأرضية. ممكن أن ينجح أيضا في الكتابة كأن يكون كاتب لأنه عنده قدرة على الإقناع أو عنده وسائل خاصة بإقناع الآخرين، مثل الكاتب أو عالم الاجتماع العراقي دكتور علي الوردي أيضا من موالي برج البقرة. البقرة أيضا ممكن نجده مفكر ذو افكار راديكاليه او افكار تحت مسميات الغايه تبرر الوسيله في ميكافيلي. فبالتالي البقره من الشخصيات الاهم ما يميزها هي القوه والاتزان والوصول الى الهدف بشكل مدروس، الشده والقساوه للمسيئين له، وفي نفس الوقت هو شخصيه اذا اراد شيء يجب عليه ان ينفذه. البقرة لا يؤمن بشيء اسمه الديمقراطية أو شيء اسمه حرية الرأي الآخر. البقرة هي شخصية ديكتاتورية، دائما يكون رأيه هو المسموع وهو الأفضل والأنسب، لكن هو عنده القدرة بأن يحاكي الآخرين ويقنع الآخرين بأنه هو على حق بشكل أو بآخر. وهذه وسائل الإقناع عندهم تأتي بأساليب الكتابية أو بأساليب القصصية أو بأساليب الخطابة أو أساليب الحديث المباشر، وهذه ميزه تكاد تكون يعني نادره جدا وموجوده اكثر ما تكون في مولد برج البقره. البقره لا يحب الاستسلام، دائما يكون هو على صح، واذا وضع في موضع استسلام فهذا بالنسبه له جرح كبير جدا. ولهذا دائما يشوفون في المحافل اما ان يظهروا كبارزين او لا يظهروا.
فهذه الصفة العامة والمميزة بالنسبة لهم. تقريرنا القادم يتحدث عن شخصية هو من مواليد برج البقرة أيضا، من مواليد 15 شهر أغسطس آب من عام 1769. هذه الشخصية كان لها دور كبير جدا في تغيير معالم التاريخ. أشعة الشمس تأثر عليه باعتباره برج الأسد، لكن كونه مولود بالعشرية الثانية فبالتالي كوكب عطارد يأثر عليه ككوكب ثانوي. ولهذا راح نشوف أن هذه الشخصية اهتمت إضافة إلى النشاط اللي كان يأخذ من أشعة الشمس بالحيوية والسرعة بالوصول للهدف، أيضا أخذ من عطارد أو كوكب عطارد الجانب الثقافي، واهتم بالأمور الثقافية، اهتم بالأمور العلمية، واهتم وأساسا كان عنده بصمات كبيرة بالسفر والتغير والترحال والتنقل من مكان إلى مكان آخر، وهذا أخذ أيضا من كوكب عطارد. طبعا ينتمي الى مواليد البقره الارضيه، والصنف الارضي عاده هم الاصناف الواقعيه والاصناف اقدر اسميها المنطقيه اللي والبراغماتيه العمليه. خليني لكم نشوف هاي الشخصيه. ولد نابليون بونابرت عام 1769 في جزيره كورسيكا، وعندما بلغ الصبي 9 من عمره أرسل للدراسة على نفقة الحكومة في المدرسة العسكرية للبلد الذي غزا بلده فرنسا في زمن سابق. في المدرسة العسكرية لم يرق الصبي الصغير لزملائه الذين سخروا منه بسبب قصره ولهجته وفقره، لكن الكورسيكي الفخور كان قادرا على الدفاع عن نفسه، فلم يكن هناك من يضاهيه في العراق. في إحدى المناسبات زجره أستاذ قائلا: من أنت؟ فأجاب نابليون ذو 11 عاما بفخر: أنا رجل. لقد تمتع بونابرت بذاكرة وفطنة استثنائيتين، كان تحمله وقدرته مدهشين، فقد كان قادرا على البقاء دون نوم حتى يحصل على مزيد من الوقت للقراءة. في عام 1799 عاد إلى فرنسا مغادرا مصر دون مبرر، وبمساندة قواته المخلصة استولى على السلطة وأسس حكما مطلقا وأعلن نفسه القنصل الأول، وتوج بعد 5 أعوام إمبراطورا. وخلال المراسم استولى نابليون على التاج من بين يدي البابا بيوس 22 ووضعه على رأسه كما لو أنه يقول للجميع: لستم أنتم الذين توجتموني، توجت نفسي بنفسي. أدت إصلاحات الإمبراطور الاقتصادية والسياسية إلى ابتهاج الفرنسيين. لقد تمكن نابليون من القضاء على رعب الثورة واقترح فكرة الأمة الفرنسية الموحدة، ومنذ ذلك الحين اعتبر منقذ البلاد. تعينت على نابليون السيطرة على الشواطئ الأوروبية كافة، مما دفعه إلى الاستيلاء على إيطاليا والبرتغال وإسبانيا والنمسا وبروسيا، وأعلن واثقا: إن بإمكاني أن أفعل ما أشاء، وأن اقتضت الحاجة سأحول القارة قاطبة إلى إمبراطورية فرنسية. لكن في عام 1812 ارتكب نابليون خطأ فادحا، انتهى الزحف نحو روسيا إلى هزيمة ساحقة لجيش نابليون الذي لا يقهر. وفي 6 أبريل/نيسان عام 1814 بعد أن دخلت جيوش التحالف في باريس، تخلى بونابرت عن العرش وانطلق إلى المنفى في جزيرة إلبا الصغيرة. بعد عام واحد عاد نابليون إلى باريس إثر فراره من إلبا، فحملته الحشود المتحمسة على أكفها إلى قصره واستؤنفت الحرب. في هذه المرة صاحب الحظ الإمبراطور المنفي فقط ل100 يوم تمكن خلالها من الاستيلاء على السلطة، وإثر هزيمته في معركة واترلو سلم نفسه أسيرا للبريطانيين، فنفي إلى جزيرة سانت هيلين حيث أمضى نابليون الأعوام 6 الأخيرة من عمره، وتوفي بسبب مرض خطير وإذلال سجانية. البقرة عندما يكون من مواليد برج الحمل بالأبراج البابلية راح يكون شخصية قوية متزنة شجاعة وفي نفس الوقت عنيد ويصل إلى أهدافه بشكل سريع، ويكون أيضا شخصية خطابية ومتهورة في أمور كثيرة. أما إذا كان البقرة من مواليد برج الثور بالأبراج البابلية
فنرى حقيقة انطباع عن شخصية عنيدة جدا، تهتم كثيرا ما بالأمور المادية والأمور الاقتصادية، وأيضا تهتم بالأمور التجارية، وتكون عندها شهوانية كبيرة جدا وحس فائق للجنس. إضافة إلى هذا يكون من النوع المنتقم والحاقد واللي لا يسامح. أما إذا كان البقرة من مواليد برج الجوزاء، فراح يعطينا انطباع عن شخصية تنجح في الأمور الكتابية، ينجح بأن يكون روائي، تنجح في الأمور الكلامية أيضا، شخصية خطابية ناجحة. ظاهره الخارجي هو الصمت والهدوء، لكن يحوي في داخله على ثورة كبيرة جدا من المعلومات. ممكن أيضا نستفيد من شخصية أضحكية أو تضفي جو الابتسامة في المكان أينما حلت. إذا كان الثور أو العفو البقرة من مواليد برج السرطان، فهنا راح تكون شخصية اقتصادية من جانب، يصل إلى أهدافه بشكل مدروس، شخص لا يعرف الخداع ولا يعرف اللف والدوران، وشخصية متزنة. إذا كان مولود برج البقرة من مواليد برج الأسد من الأبراج البارية، فهذه شخصية قيادية قوية، طموحة، متسلطة، دكتاتورية في السياسة، تصل إلى أهدافها بشكل أو بآخر، من نوع اللي أناني ويضرب عرض الحائط كل شيء في سبيل مصالحه الخاصة. في نفس الوقت أيضا تكون شخصية مثقفة. إذا كان البقرة من مواليد برج العذراء، فهذا الشخص راح يكون عملي وبراغماتي، يبذل مجهود كثير في حياته، وكثيرا ما يعاني من إحباطات وعدم سعادة، بمعنى الشخصية من شخصيات اللي فيها مشاكل في الحياة، ويميل دائما للتدقيق بالأمور. إذا كان البقرة من مواليد برج الميزان، فهنا راح نعطينا شخصية تحب الأسرة، ناجحة داخل البيت، شخصية في نفس الوقت كثيرة في الكلام، لكن عادلة، تحب وتحترم الآخرين. أما إذا كان من مواليد برج العقرب، فهذه شخصية صعبة جدا، صعبة الناس، شخصية أقدر أسميها ذكية، لكن في نفس الوقت حاقدة ومنتقمة وصلبة جدا. في بعض الأحيان تكون ازدواجية، عن ازدواجية معينة، لكن عنيدة، وتصل إلى أو لا أحد يحيط عن أهدافها الخاصة، وبالتالي هي شخصية أقدر أسميها مخيفة، لأنها ميالة للانتقام وعدم المسامحة. البقرة لما يكون من مواليد برج القوس بالأبراج المقابلية، هنا راح تكون شخصية أكثر ما تكون مثالية. التسلط الموجود عنده راح يكون معتدل، يعني تسلط باعتدال، مثقف بشكل أو بآخر، عنده نوع من الاتزان والاجتماعية، يحب تقديم المساعدات إلى الآخرين. لما يكون من مواليد البقرة من مواليد برج الجدي، هذه شخصية صعبة، صعبة جدا، شخصية في السياسة ديكتاتورية بحتة، انفرادية وانعزالية بالقرار، من النوع اللي ما يحصل على مبتغاه بشكل سهل، يبذل مجهود في الحياة، لكن هذه شخصية عندها قوة وإرادة وصبر وتحمل وصلابة، بشكل أو بآخر هي شخصية أكثر ما يميزها هو الانفرادية بالقرارات، والانفرادية أيضا أو الانعزالية بين قوسين، ويحب أيضا تقديم مساعدات للآخرين على شرط أنه يحصل على مبتغاه من خلالها. لما يكون البقرة من مواليد برج الدلو، هنا راح تكون شخصية يعني أكثر هدوءا،
علمية من جانب، ومن جانب آخر عندها تسلط، لكن تسلط هادئ أقدر أسميه، من النوع اللي يحب مساعدة الآخرين، عنده قدرة إبداعية جيدة في الأمور الدراسية والكلامية أو ما إلى ذلك. أما إذا كان برج البقرة موال برج الحوت، فهنا شخصية متقلبة مزاجية، تهتم بالفنون، تهتم بالموسيقى بكل أنواعها، بالآداب بشكل عام، ويكون شخص عاطفي، وكثير ما يعاني من إحباطات عاطفية. تقريرنا القادم يتحدث عن شخصية ولدت بتاريخ 20 من شهر أبريل من عام 1889، وعليه يكون من موالي برج البقرة الأرضية، الصنف العملي والبراغماتي والواقعي أيضا. ولدت آخر يوم من برج الحمل، وهو بذلك يجمع أيضا أو يأخذ من صفات الثور أيضا، وبالتالي الكوكب المؤثر عليه بالشكل الأساسي هو كوكب المريخ، إضافة إلى كوكب الزهرة ككوكب ثانوي. وراح نشوف أن كوكب المريخ شلون طافة حماسة وجرأة وشجاعة وإصرار وتحدي، بحيث قدر أن يغير من معالم كثيرة وقاد حرب عالمية كبرى. خلينا نشوف هذه الشخصية. ألمانيا يجب أن تكون قبل أنفسنا، يجب أن تتغلغل فينا، ستسير كل ألمانيا خلفنا. يكتسب المزيد والمزيد من الناس إلى جانبه، لأن لديه قوة إقناع مؤثرة في الجماهير. في كتابه ماين كامف كفاحي، يعلن بوضوح ما يدعوه بمهمته، فهو أحد المحاربين القدماء الغاضبين في الحرب العالمية الأولى، ومهمته الأولى ستكون تدمير فرنسا وإلغاء ذل معاهدة فيرساي عام 1919، والتي حرمت ألمانيا من جيشها ومن جزء من أراضيها. ثم يرغب في غزو ما يدعوه ليبنستراوم، مساحة العيش. يصل تعداد سكان ألمانيا إلى 80 مليونا، وهو ضعف عدد سكان فرنسا، ويريد أن يجعل منها قوة عالمية تستحقها. تولى هتلر مهمة تأكيد تفوق العرق الآري الألماني. كان يرى أن اليهود هم سبب الحرب العالمية الأولى وهزيمة ألمانيا والتضخم المالي والبطالة. يقيم مولود برج البقرة علاقة جيدة مع مولود برج البقرة، كلاهما صبور، كلاهما يهتم بالأسرة والعائلة، كلاهما مجد ويبذل مشقة في حياته بعد أن يصل أو في سبيل الوصول إلى هدفه. فبالتالي هذه العلاقة علاقة جيدة مبنية على قاعدة صحيحة. أما علاقة مولود الرجل البقرة مع الامرأة النمرة، هذه علاقة صعبة، أو أقدر أقول هي علاقة تحت الوسط. الامرأة النمرة امرأة مستقلة، امرأة متحررة، امرأة يعني لا تحب المنزل والعائلة، هي امرأة تحب أن تكون خارج المنزل، امرأة مجدة في العمل. بالتالي مولود برج الثور، عفوا مولود برج البقرة، يحتاج إلى امرأة عصامية، لكن دائما أن تكون هذه المرأة في الدرجة الثانية بالنسبة يعني هو يكون بالدرجة الأولى وهي بالدرجة الثانية، وبالتالي الامرأة النمرة لا تتقبل هذا الشيء. هذه العلاقة صعبة لكن متوسطة أقدر أقول، يعني الإيجابية القليلة الموجودة بها هي بسبب الاستقلالية الموجودة في شخصية الامرأة النمرة، هذه هي الثور، لكن جدا بشرط أن تكون درجة ثانية، وهذه أيضا من الأمور الصعبة. الرجل الثور مع رجل البقرة عفوا مع الامرأة الأرنبة، هنا العلاقة راح تكون أقدر أسميها فوق الوسط بقليل.
الرجل البقرة يحتاج الإنسان الأرنبة عاطفيتها، يحتاج بيتوتيتها أيضا، يحتاج تدبيرها هي مدبرة، حتى حالات اليأس والإحباط والخوف والحذر الموجودة عند الأرنبة بالنسبة للرجل البقرة يتقبلها، وبالنسبة في كثير من الأحيان يأخذها بجانب المزاح والفكاهة. هذه العلاقة أقدر أقول قابلة للنجاح، لكن هي علاقة فوق المتوسطة. الرجل البقرة مع مولود برج التنين، هذه علاقة صعبة. الامرأة أو التنين هي إنسانة شعلة من الـ من الـ من النشاط والحيوية والحركة، ما ممكن أن تتقبل فكرة أنه هي درجة ثانية، ما ممكن. هذه إنسانة هي بحد ذاتها أنانية، هي بحد ذاتها يعني عندها تطلعات واستقلالية وعندها حرية كبيرة، فبالتالي وفي نفس الوقت إنسانة قوية صامية عنصريان، فبالتالي هي هذه صعبة جدا أن تتفق مع عقلية وذهنية الرجل البقرة الريفية والراديكالية. صعبة جدا. الامرأة التنين هي امرأة يعني امرأة مستقلة، وكذلك في نفس الوقت بالنسبة للرجل البقرة ما ممكن انه يتقبل شمخرة وكبرياء الامرأة التنين، فبالتالي هذه العلاقة علاقة متوترة. الرجل البقرة مع الحية، هذه العلاقة اقدر اقول علاقة جيدة لسبب مهم، انه مولودة برج الحية تحتاج دائما الى شخص قوي تتكل عليه، والرجل البقرة رجل بمعنى الكلمة، بمعنى انه لا يعرف اللف والدوران ولا يعرف الهروب من المسؤولية، هو رجل يعرف ما يفعل، فبالتالي الامرأة الحية تحتاج الى مثل هذا الرجل. في نفس الوقت الرجل البقرة يحتاج إلى فتاة أو امرأة درجة ثانية تكون أو متقبلة هذه الفكرة، وبالتالي هو مستعد أن يغلق عليها بالأموال، ما عندي إشكالية بهذا الجانب، على شرط أن تكون هي الدرجة الثانية، على شرط أن تكون هي اللي دائما بحاجة إليها. فهذه من ضمن أولويات ومن ضمن أفكار. يحتاج أيضا إلى امرأة ذات كنوذة وذات حيوية وجذابة أيضا، والامرأة الحية تمتاز بهذه الصفات. الرجل البقرة هو رجل عنده شهوانية وعنده جنسية أيضا، فمثل الامرأة الحية هي امرأة كثيرة الدلع وكثيرة الديتيكيت، فبالتالي هو يحتاج إلى مثل هكذا امرأة، يحتاج إلى امرأة تغوي وتحرك أو تهيج من مشاعره وأحاسيسه، بالرغم من كونه هو ليس رومانسيا، لكن في نفس الوقت هو عاطفي، عنده عاطفة، فبالتالي هذه العلاقة علاقة جيدة. الرجل البقرة مع مولودة برج الحصان علاقة صعبة، علاقة صعبة هذه، لأنه امرأة الحصان امرأة عنيدة وفي نفس الوقت أنانية، وبالتالي صعب جدا أن يعني أن تتقبل فكرة يعني تسلط الرجل أو فكرة الرجل اللي يقود البيت أو ما إلى ذلك، هذه صعبة. إضافة إلى هذا الامرأة الحصان هي امرأة أكثر ما تكون حياتها خارج المنزل. الرجل يحب الثوري، البقرة يحب الأسرة، يحب الأطفال، لكن الامرأة الحصان معظمهم يميلت إلى العمل، وكثير من عندهم يعني حتى لما يكون عندهم أطفال يكون كطفل أو طفلين، أو حتى قد كثير من عندهم ما يكون عندهم يعني عدد من الأطفال، عدد كثير من الأطفال طبعا، فبالتالي هي ليست أسرية بين قوسين، هي إنسانة عملية براغماتية. لا، هذه العلاقة بها توترات وبها مشاعنات كبيرة. الرجل البقرة مع مولود برج العنزة، هذه علاقة صعبة. العنزة حساسة تتأثر بأبسط الكلمات، والرجل البقرة لسانه جارح وحاد ولاذع، وفي نفس الوقت يتصرف بتصرفات هوجوية في أحيان كثيرة،
فبالتالي الإمرأة الأنزل يعني تنجح كثيرا من خلال الرجل الآخر. هي تحتاج إلى من يعطيها ضمانات، حتى لو كانت هذه الضمانات كمالية ليست أساسية، لكن هي إنسانة رومانسية، الكلمة تؤثر بها بشكل كبير. فبالتالي هذه العلاقة بها شروخات معينة. ممكن العلاقة تكون قابلة للنجاح فيما لو تقبلت مولودة برج العنزة فظاظة الرجل الآخر، جسارته. إذا تقبلت هذا الشيء، هي عندها سبب أن تتقبل كونها درجة ثانية في المنزل، ما عندها إشكالية مع العنزة بهذا الجانب، لكن عليها أن تتقبل دكتاتورية هذا الرجل، صلابة هذا الرجل، كلام اللي في كثير من الأحيان قد يكون بذيء أيضا. فإذا قدرت أن تتقبل هذا الشيء وتوبيخاته بين الحين والآخر، فبالتالي ممكن أن تستمر هذه العلاقة، لكن بشكل عام الانطباع على العلاقة هي متوسطة أو دون الوسط. الرجل البقرة مع مولد برج القرد، هذه العلاقة أيضا صعبة، أقدر صعبة إلى يعني متوسطة نوعا ما، بس ما ليست علاقة قوية، لسبب مهم أنه الإمرأة القرد هي إمرأة حساسة جدا، تتحسس الكلمات، وإنسانة طفولية أكثر من اللازم. فبالتالي هذه العلاقة بها نوع من التوترات. أيضا تحتاج الإمرأة أو بمعنى صح، إذا كان الرجل البقرة عرف كيف أن يتفاعل أو يتعامل مع هذه الإمرأة من خلال طبيعتها الطفولية، من خلال التعامل معها بجانب أقدر أسمي حساسي أكثر من اللازم، بالتالي ممكن تستمر هذه العلاقة، لكن هي العلاقة ما تتجاوز العلاقة الوسطية، نقدر نقول علاقة متوسطة ليس أكثر. الرجل البقرة مع مولودة برج الدجاجة، هذه علاقة جيدة وقد تثير الاستفسار، يعني ليش إن هذه العلاقة جيدة؟ ما لأن إنه مولودة برج البقرة هي نقناقية وأيضا جسرة في كثير من الأمور، وهي إنسانة براغماتية عملية. لا، الحقيقة جيدة لسبب مهم، إنه البقرة مولودة برج الدجاجة إنسانة تحب الظهور، فبالتالي هي تحب أن تظهر وتحب أن يكون زوجها أيضا في الظهور، وفي نفس الوقت هي إنسانة تدافع عن عائلتها. الإمرأة الدجاجة معروفة أنها تدافع عن عائلتها حتى لو كانت على خطر، يعني النوع اللي تمتاز بنوع من الجهة في هذا الجانب، فبالتالي هي تتباهى بزوجها عفوا، ليس فقط في نفسها لا توحد، لكن إذا كان عند زوجها تتباهى بزوجها، تتباهى بابنها، تتباهى بابنتها، تتباهى بأمها، بأبيها، بكذا. فبالتالي هي من نوع المتباهية، إذا لم تكن وحيدة على الساحة فممكن أن تتباهى بغيرها من اللي يكونون قريبين من عندها، أو اللي يعني يكون بينها وبينهم علاقة وضعية. فبالتالي تحتاج رجل البقرة، في نفس الوقت تحتاج إلى رجل صلب، وهي أساسا بيتوتية، الإمرأة الدجاجة بيتوتية. بالمناسبة الإمرأة الدجاجة ما تهتم كثير بالملابس، وكذلك رجل البقرة لا يهتم كثير في بملابسه وهدامه، يعني ما يعتبر هذا أهمية كبيرة جدا، الأهم هي الأهداف. فبالتالي هذه العلاقة علاقة جيدة للاندماج أو الانسجام الفكري. الرجل البقرة مع مولد برج الكلب بها صعوبة، هاي العلاقة الحساسية العالية عند مولد برج الكلب، الحساسية العالية والنحوسية العالية، أقدر أقول بها بعض الإشكاليات هذه العلاقة، لكن في نفس الوقت هي قابلة للتطور، يعني هذه العلاقة ممكن تكون أيضا متوسطة، لأنه الإمرأة عند الكلب أيضا تحتاج إلى رجل قوي تسد عليه، لكن تبقى نحوسيتها ويعني ممكن رجل البقرة أن يتقبل هذه النحوسية، يعني ولهذا أقدر أقول هذه العلاقة متوسطة. الرجل البقرة مع موت برج الخنزير، فهي علاقة أقدر أقول فوق المتوسط،
إلى جيدة، لأنه المرأة الخنزيرة هي بالرغم من كونها حساسة لكن هي متسامحة، ولرجل البقرة من النوع اللي يخطأ كثيرا في أثناء الغضب أو أثناء حالات الانفعال والنرفزة، فبالتالي هي إنسانة مسامحة، هي قادرة على امتصاص حالة الغضب عندها. فهذه العلاقة جيدة. إضافة إلى هذا، المرأة الخنزيرة هي امرأة معطاء، وفي نفس الوقت امرأة تنجح في البيت وتنجح في العمل، وإضافة إلى هذا هي امرأة جنسية. هذا أيضا من ضمن الأمور اللي يحتاجها الرجل البقرة. إضافة إلى ذلك هي امرأة أيضا تهتم بالماديات، ورجل البقرة أيضا يهتم بالماديات، فبالتالي أقدر أقول هذه العلاقة علاقة جيدة، يعني قابلة أيضا للتطور بشكل ملفت للنظر. علاقة الرجل البقرة مع مولود برج الفار، هذه العلاقة يعني أقدر أسميها فوق الوسط. فوق الوسط، لأنه الإمرأة الفار هي إمرأة يعني بيتوتية، إلى تنجح أيضا بالأمور التجارية، الذهنية التجارية، الذهنية المتطلعة، ممكن الجاذبية والحلاوة وال الأناقة، الرشاقة، يعني هذه كل الإمرأة الفارة تمتاز بالحلاوة والسحر والجمال بشكل أو بآخر، فبالتالي الرجل البقرة يحتاج هذا الجانب. لكن المشكلة هي إنه هل تتقبل هذا الرجل؟ هنا المشكلة، يعني الرجل البقرة صلافته ودكتاتوريته وأنانيته هذه قد أيضا تجعل نوع من الشروخات او بعض الاشكاليات بينه وبين المرأة الفار. لكن بشكل او باخر اقدر اقول هذه العلاقه هي علاقه اكثر من الوسط، وهي علاقه ناجحه. افضل الابراج الجيده اللي تتناسب او تتوالى مع مواليد برج الرجل البقره من النساء هي الحيه والدجاجه، هؤلاء من افضل، طبعا اضافه الى مواليد برج البقره نفسها، هذا من افضل الابراج اللي تقيم علاقه جيده ومناسبه مع مولد برج البقره. في تحليلنا القادم راح نشوف شخصيه البقره لما يكون الصنف ناري. ولد بتاريخ 1937 28 من شهر ابريل، وبذلك يكون من مواليد برج الثور في العشريه الاولى. ياثر عليه كوكب الزهره ككوكب ابتدائي او اولي، والمريخ كوكب ثانوي. راح نشوف هذه الشخصية والأدوار اللي لعبتها بالمنطقة خلال الأربعين سنة الماضية. يتيم كثير الشغب، تلك طفولته، مرت السنون وصار ذاك اليافع مشبعا بالفكر القومي، وسرعان ما قذفته الأحداث إلى الواجهة، خاصة عام 59 عندما حاول اغتيال رجل العراق القوي آنذاك عبد الكريم قاسم في قلب بغداد. وبعد رحلة بين السجون والشتات عاد إلى الواجهة إثر انقلاب عام 63، قبل أن ينقلب عبد السلام عارف على حزب البعث ويودع صدام حسين السجن من جديد. ثم جاء انقلاب عام 68 البعثي ليؤسس لمرحلة حكم أحمد حسن البكر الذي كان يقود الجناح العسكري في الحزب، في حين كان صدام حسين يتزعم الجناح المدني والسياسي فيه. 10 سنوات من الحكم المزدوج بين البكر وصدام انتهت بشكل مفاجئ عام 79 إثر تنحي البكر عن منصب الرئاسة لصالح صدام، الذي بدأ رئاسته بحملة تصفية طالت معظم الكوادر العليا للحزب. يوصف صدام بأنه حاكم ذو شخصية معقدة وفريدة. خروج العراق من الكويت لم يؤدي إلى انهيار نظام صدام، بالرغم من الحصار الذي عانى منه العراقيون طوال 13 عاما، حتى جاء هذا الرجل إلى البيت الأبيض محاطا بمجموعة ممن يسمون بالمحافظين الجدد، الذين وظفوا أحداث 11 سبتمبر لتجييش الجيوش لاقتحام بغداد واحتلالها في 3 أسابيع. وسقط تمثال ساحة الفردوس أمام عدسات الكاميرا، وبات المطلوب الأول على أوراق تساقط معظمها تباعا. عدي وقصي نجلا صدام
سقطا في معركة مسلحة مع الأمريكيين في الموصل قبل أن يسقط هو نفسه في قبضة المحتل. ثم جاء دور المحاكمات التي تابعها كثيرون داخل العراق وخارجه. صراعك القديم بينك وبين أمريكا في بغداد، هذول مو أبرياء مو عراقيين. وصدر الحكم بالإعدام عليه وعلى أخيه برزان وعلى عواد البندر، وتم تنفيذ الحكم ليسدل الستار على حقبة من تأريخ بلاد الرافدين. عيش الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة ما عاش أولا أليم بدلالة المادة. أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكون حلقة هذا اليوم قد نالت رضاكم. انتظروني في الأسبوع القادم وشخصية جديدة وبرج جديد. في الختام تقبلوا فاقد حياتي ومودتي الفلك الروحاني سلمان.